مع آخر فقرة، فقرة قراءة المولد وجلوة إلى الرادود جعفر عبد الرضا، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. قلبي بكم يا لطاها، قلبي بكم يا لطاها مغرام، وبحبكم أنا ذائب ومتيم، ولأجلكم بين الأنايا أكرم، فإذا وقفت بمدحكم أترنم. صلى الجميع عليكم وسلموا. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن والفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وحيهم، يلا وحيهم، عندنا خمس دقائق ونختم إن شاء الله. وحيهم الهواشم نزل من الله، وحيهم زهد فرحة منازلهم، وحيهم بميلاد القمر باركهم، وحيهم وهني المصطفى وحيدر وصيح. حب حسين أخذ عقلي وجنة، حب حسين أخذ عقلي وجنة، وملك للعالم بإنسة وجنة وجنة، ضريح كعبة للشيعة وجنة، نطوف عليه كل صبح ومسيا. يلا جوابك عباس 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 يا أبو فاضل، عباس عباس بعد عباس 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 يا أبو فاضل، يقضيها حوائجكم. اي صوت رب الجلالة صورك واعطاك من جلالة، واعطاك من اي مثل البدر وجهه طلع احلى واجل جماله. انت يمين المرتضى وانت مثل خصاله، ويا ابو الاكبر الك رتبه والك وصاله. بيت فاطمة زهار حقها والله تفخر، بيت فاطمة زهار حقها والله تفخر. عباس 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 يا أبو فاضل، عباس 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 يا أبو فاضل، والله والله فرح العين المرتضى، طيب وزاكي الأنفاس، طيب وزاكي الأنفاس، درة من بحور السماء أغلى ثمن فيها الناس. الشيعة كلها تحتفل في مولدك يا عباس، الشيعة كلها تحتفل في مولدك يا عباس.
روحي خذها وياك للقيامة تفداك، روحي خذها وياك للقيامة تفداك. عباس 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 يا ابو فاضل، ايوه عباس 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 يا ابو فاضل، والله يا عباس يا رمز الوفا موصوف بالشهامة، والله موصوف بالشهامة، هي انت مثال التضحية عنوان الكرامة، هي كل شيعي هالليلة حضر يبدأ الاحترامة، هي ينشر إلى من حبته قلبه قبل سلامة. جينا يا ابو فاضل ننصب المحافل، جينا يا ابو فاضل ننصب المحافل. عباس 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 والله عباس عباس. إلهي بحق شفيع الأنام، بحق النبي وآل النبي الهداة الكرام، بحق علي علي المقام، بحق الكساء ومن بالكساء، بحق البتولة خير النساء، بحق النبي بحق الوصي بحق الزكي، بأم الشهيد وأخت الشهيد، بحق الشهيد المعفر في كربلاء. إلهي بزين العباد وباقر علم التقى والرشاد، بجعفر بموسى بمن في خراسان يهدي النفوس، بباب المراد بحق الجواد وابن الجواد، علي الحقائق للناس هادي بالعسكري، إمام رضي رفيع العماد. إلهي بحق الحبيب الذي لا نراه ولكن تغلغل فينا هواه، يمر على حينا كل حين فتشهق أرواحنا من شذاه، بحق الدموع على وجنته، بحق الدعاء على شفته، بحق هموم الرسالات تبكي بحزن على كتفه، بحق اصطباري حسام الفقاري. إلهي ودمع الإمام يسيل عليه، إلهي أعني وثبت فؤادي على حب حيدار، وفي يوم يظهر إمام مظفر خذني إليه نصيرا وعبدا، ودعني أموت هنالك حبا، بقلب تربى وهام وشبا، بحب النبي وآل النبي وصهر النبي. إمامي علي اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على المظلل بالغمام محمد قال الراوي لما أراد الإمام علي عليه السلام أن يتزوج بأم البنين أرسل لأخيه عقيل بن أبي طالب وقال له يا عقيل اختر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي ولدا شجاعا يكون ناصرا لولدي الحسين. فقال له يا أمير المؤمنين أين أنت عن فاطمة بنت أسد؟ قال الراوي بنت حزام، بنت حزام اعتذر، بنت حزام. قال الراوي فلما تزوج الإمام علي بأم البنين وزفوها عليه ارتفعت الأصوات بالصلاة والسلام
على النبي محمد صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأدخلوها عليه في بهجة وسرور. وكانت أم البنين عند أهل البيت محبوبة مبجلة، حتى حملت بقمر الهاشميين أبي الفضل العباس. فلما كان يوم الجمعة الرابع من شهر شعبان سنة 26 للهجرة، وقد مضت 9 أشهر لفاطمة على حملها بالعباس، وكان ذلك اليوم الذي بشر فيه أمير المؤمنين عن فاطمة عليه السلام فاطمة بهذا المولود المبارك. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. قال الراوي: فلما جاء وقتها وكانت أم البنين في منزل أمير المؤمنين ومعها النساء ليلينها ما يلين النساء عند الولادة، وزينب عن يمينها وأم كلثوم عن شمالها ونساء أهل البيت من حولها، فبينما هي في طلقها وإذا قد وضعت بأبي الفضل العباس أفضل الصلاة. فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان. نسأل الله لكم القبول والعودة ثم العودة في أحسن حال ببركة محمد والآل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.